الحلقة الثانية المعارض المركزية والتي تقام حاليا في مدينة الدمام باستضافة كريمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وتحديدا بوادي الظهران للتقنية، حيث يتلقى الطلبة 3 أيام من التدريب المكثف وأيضا عديد من المهارات المتعلقة بالبحث العلمي باستخدام مهارات مختلفة وجديدة لأول مرة تطرح. إضافة لذلك أيضا يتطرق الطلبة إلى تحكيم حضوري، حيث يتم التأكد من مطابقة المشاريع العديد من المعايير المتعلقة بالتحكيم، بالإضافة إلى مطابقة المشاريع العلمية للأخلاقيات الحيوية. أنا فجر الخليفي أحد أعضاء رابطة موهبة وبرضو من الفائزين في مسابقة آيسف في سنة 2023 في المركز الثالث في مجال الطاقة عالميا. طبعا اليوم جايين هنا كمتطوعين، حابين ان نعطي الطلاب زمام الامور ويجونهم الدفعه اللي بعدنا يكملون ان شاء الله مسيره السعوديه لانها تحصد اعلى عدد جوائز. وجودي هنا اليوم انا كمتطوعه ترد الجميل لمؤسسه موهبه اللي دعمتني من بدايه رحلتي في اللحظه اللي سجلت فيها مع بياناتي الى لحظه وقوفي للمسرح وتحقيق حلمي. بدات رحلتي البحثيه في برنامج موهبه الاثرائي البحثي في جامعه الملك سعود، وكان في مهمة أنا مهتم لها جداً اللي هي مشكلة الاحتباس الحراري وارتفاع سطح البحر. اخترت البحث هذا تحديداً لأن المشكلة تهمني وأحاول أعدل عليها ونحل المشكلة. حبي للطاقة بدأ من وأنا صغيرة، لما أول شيء أعرف أن إحنا أكبر مصدرين للطاقة ومن أكثر الدول شهرة في تصدير الطاقة، وحضوري اللي هو برنامج موهبة في الصيف نمى هذا الشغف أكثر، في حيث أني اشتغلت في موضوع كيفية تخزين هذه الطاقة. بدأ وأنا كنت صغيرة، كنت مرة أحب التركيبات حقت المواد الكيميائية، كنت أطالع أقول إيش هذا، إيش الهيدروجين، إيش الكربون، إيش الأكسجين. طموحي أني أخدم الوطن والمجتمع في مجال الكيمياء.